بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أعزائي الدارسين والدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الذي سنتناول فيه المجال الثاني من مجالات الفلسفة الإسلامية، وهو الفلسفة المشائية. وقد تحدثنا معكم في اللقاء السابق عن المجال الأول، وهو علم الكلام. أما بالنسبة للفلسفة المشائية، فأول ما نريد أن نقوله بشأنها هو لماذا سميت بهذا الاسم، وما المقصود بكلمة المشائية. بداية، لا يوجد دلالة متفق عليها فيما يخص كلمة المشائية، فبعض الدارسين يقولون إنها سميت بهذا الاسم لأن الفلاسفة المنتمين إلى هذه المدرسة كانوا يتفلسفون وهم يمشون. ولعل في هذا التعليل يعني نوع من السذاجة، ولكن بعض الدارسين يعللون هذه التسمية تعليلا يمكن أن يكون فيه نوع من القبول، وهو أن الفلسفة المشائية الإسلامية سميت بهذا الاسم لأن الفلاسفة الذين ينتمون إلى هذه المدرسة الفلسفية كانوا يتناولون الفلسفة على نفس النمط اليوناني، فمشوا خلف فلاسفة اليونان، سواء من حيث المسائل التي عالجوها أو من حيث المنهج الذي اتبعوه في دراسة هذه المسائل. ولذلك سموا بالمشائية لأنهم مشوا على نفس النمط اليوناني في التفلسف. وبغض النظر عن تفسير كلمة المشائية، فإن ما نريدكم أن تعرفوه في هذه المرحلة من الدراسة أن الفلسفة المشائية تيار فلسفي إسلامي تكون في الحضارة الإسلامية تأثرا بفلاسفة اليونان، سقراط وأفلاطون وأرسطو، وأن هذه المدرسة الفلسفية التي نسميها بالمشائية تتميز ببعض المميزات وتتصف ببعض الصفات ولها بعض الخصائص التي تميزها عن المدارس الفكرية الأخرى في الحضارة الإسلامية، كعلم الكلام أو أصول الفقه أو غيرهما من المدارس الفكرية الإسلامية الأخرى. وعندما نقرأ في الكتب التي تدرس هذه المدرسة من حيث النشأة والتطور والأعلام والجهود، نجد أن كلمة المشائية تطلق أحيانا على الفلسفة اليونانية فيقال المشائية اليونانية، وأحيانا أيضا تطلق على الفلسفة الإسكندرانية المحدثة التي يأتي على رأسها أفلاطون، فيقال المشائية الإسكندرانية المحدثة، وأحيانا تطلق على المدرسة الفلسفية الإسلامية فيقال الفلسفة الإسلامية المشائية أو المشائية الإسلامية، وأحيانا أيضا تطلق على
مدرسة فلسفية نشأت في أوروبا إبان عصر النهضة، ولعلنا أشرنا إليها في محاضرة سابقة، وهي المدرسة التي تتلمذت على يد الفيلسوف القرطبي الشهير ابن رشد المتوفى 595 هجرية، وهي المدرسة التي تسمى أحيانا بالرشدية اللاتينية، والتي يأتي على رأسها توماس الأكويني المتوفى ميلاديا سنة 1274، يعني عاش في القرن الثالث عشر كما ذكرنا فيما مضى، ومعه البيرت الكبير وروجر بيكون وباث إلى غير ذلك من الأسماء، إلى غير هؤلاء الأعلام في الفلسفة اللاتينية، ولذلك تسمى أحيانا بالمشائية اللاتينية. ولكن مع تعدد الفلسفات المنتمية إلى حضارات مختلفة التي يطلق عليها كلمة المشائية، إلا أننا يهمنا في هذا المقرر أن نتحدث بالتفصيل عن الفلسفة المشائية الإسلامية. وعندما نقول الفلسفة المشائية الإسلامية، لابد أن نذكر هنا أبرز الأعلام الذين ينتمون لهذه المدرسة، حتى إذا أردت أن تتحدث عن هذه المدرسة فإنك تتحدث عنها من خلال أعلامها ومن خلال خصائصها ومن خلال جهودها التي قدمتها للفلسفة، وكذلك من خلال مصادرها العلمية المعتمدة لديهم. أما بالنسبة للأعلام فعندنا فلاسفة مشائيون ينتمون إلى الشرق الإسلامي، وفلاسفة مشائيون ينتمون إلى المغرب. أما في الشرق أو في المشرق فإن أشهر هؤلاء الفلاسفة، ويكفي أن تتعرف على هؤلاء الفلاسفة في هذه المرحلة من الدراسة، علما بأننا نتحدث اليوم عن الفلسفة المشائية كأحد مجالات الدراسة في الفلسفة الإسلامية، وهذا الكلام سيكون على وجه العموم، ونتناول فيه الأفكار الرئيسية. ثم بعد ذلك في لقاءات أخرى إن شاء الله في هذا المقرر سنخص كل واحد من هؤلاء المشاهير المنتمين إلى الفلسفة المشائية الإسلامية بحديث مستقل نتحدث فيه عن شخصيته ونشأته وأهم أفكاره التي قدمها وأهم مؤلفاته وأهم خصائص فكره الفلسفي وأهم ما أسهم به في البناء الفلسفي الإسلامي، إلى غير ذلك من الأمور التي تتصل بهذه الأعلام. ولكننا اليوم نريد فقط أن نركز على السمات العامة لهذه المدرسة، وأن نذكر أهم الأعلام الذين ينتمون إليها. ففي المشرق نجد أولهم أبو إسحاق الكندي، وهو الفيلسوف العربي الوحيد في هذه المدرسة. فالكندي هو أول من تفلسف فلسفة مشائية حقيقية من العرب، لأننا سنجد بعد ذلك في القرن الرابع الفارابي، وهو ليس عربيا كما هو معروف، ولكنه يمثل الحلقة الثانية التي تأتي بعد الكندي في اتصاله بالفلسفة اليونانية، ويعتبر العالم الثاني الذي يعني أسهم بإسهامات واضحة في هذه المدرسة، حتى سمي بالمعلم الثاني كما سنعرف بعد ذلك. ومعروف في الفلسفة أننا عندما نقول المعلم الأول ف
فإنما نقصد أرسطو الفيلسوف اليوناني الشهير، ولكثرة وأهمية ما قدمه الفارابي في الفلسفة ولأصالته أيضا سمي بالمعلم الثاني. ثم يأتي بعد ذلك في القرن الخامس ابن سينا، ويلقب طبعا بالشيخ الرئيس. وابن سينا كما هو معروف واحد من أبرز أعلام هذه المدرسة، وقدم كثيرا من الأفكار الفلسفية الأصيلة والجهود الفلسفية العميقة التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل عندما يأتي الدور على ابن سينا في الحديث المفصل فيما بعد إن شاء الله. ويمكن أن نقول إن أبا حامد الغزالي، وهو المتوفى 505 يعني في بداية القرن السادس الهجري، ينتمي إلى هذه المدرسة عندما نتناوله كفيلسوف. عندما ننظر إلى جهوده في الفلسفة فإننا يمكن أن نضمه إلى هذه الطائفة، وإن كان هناك طبعا يعني خلافات بين الدارسين حول شخصية الغزالي الفلسفية. فبعض الدارسين يقولون إنه بذل جل جهده في نقد الفلسفة وفي تكفير الفلاسفة في المسائل العقدية الثلاثة المشهورة التي تناولها في كتابه تهافت الفلاسفة. وعندما نتحدث عن كتاب تهافت الفلاسفة فإننا سنجد، هكذا يقول هذا الفريق من الباحثين، سنجد الغزالي ناقدا للفلسفة، رافضا لها، مكفرا لمقولاتها، وبالتالي لا يجوز لنا أبدا أن نعده ضمن الفلاسفة المشائيين، لأن ذلك سيكون ظلما له وتصنيفا غير منصف لفكره. وهناك بعض الدارسين يقولون أن الغزالي لم يرفض الفلسفة جملة، وإنما عارض الفلاسفة المشائين المسلمين وخاصة ابن سينا في ثلاث مسائل رئيسية بحثوها أو بحثها هؤلاء الفلاسفة المشاؤون، على نحو رأى الغزالي أن ما أسفر عنه البحث فيها يتعارض مع الإسلام ومع عقيدة الإسلام. هذه المسائل الثلاث الشهيرة هي قول الفلاسفة ببعث الله عز وجل للإنسان روحا فقط وليس جسدا أيضا، فالبعث عندهم بالروح كما يقول كما ينقل ابن الغزالي عن ابن سينا. وأيضا المسألة الثانية مسألة قدم العالم، أي أن هؤلاء الفلاسفة المشائين يقولون بأن العالم قديم يعني أزلي يعني ليس له بداية، وبالتالي فإن في ذلك نوعا من الشرك كما يرى الغزالي. وأيضا المسألة الثالثة هي أنهم ينفون علم الله عز وجل بالجزئيات، ويقولون بأن الله لا يعرف إلا الكليات من الأمور. فعلى كل حال الذين يرون أن الغزالي بهذا الموقف من الفلسفة يرفض الفلسفة جملة يرون أنه لا يجوز أن نصنفه من الفلاسفة المشائين، وإنما هو في مرحلة من مراحل عمره يعني قبل بعض مباحث الفلسفة كالمنطق، ولكنه رفضه أيضا، كما أنه في مرحلة كان أشعريا ورفضها أيضا، وبعد ذلك استقر به المقام عند التصوف. على كل حال الشخصيات التي ذكرتها وهي الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي، وهناك أسماء أيضا أخرى كثيرة أقل شهرة، تنتمي إلى المشرق الإسلامي وتدخل ضمن فلسفة مدرسة الفلسفة المشائية. هناك في المغرب أعلام كبار أيضا، يأتي على رأسهم طبعا أبو الوليد ابن رشد وابن باجة وابن طفيل،
هؤلاء الفلاسفة في المشرق وفي الأندلس، في المغرب وفي الأندلس، يعني مثلوا الجناح الثاني من أجنحة الفلسفة المشائية لكي يتكون لدينا هذا الفكر المتكامل المتجانس الذي يتسم بسمات واحدة وله منهج واحد ويتناول مسائل ومشكلات واحدة. هذا الفكر يمكن الذي نسميه بالفلسفة المشائية على اختلاف أزمنة وأمكنة أعلامه. وإذا عرفنا هؤلاء الأعلام وعرفنا أنهم ينتمون جميعا إلى هذه المدرسة، فنريد أن نتعرض إلى أهم ما قدمته المدرسة الفلسفية المشائية الإسلامية من جهود في مجال الدرس الفلسفي، ونؤجل الحديث التفصيلي عن كل عالم من أعلامهم لما بعد كما ذكرنا إن شاء الله. أولا تجد أن الفلاسفة المشائين كان لهم الفضل الأكبر في الحفاظ على تراث الأمم الأخرى التي سبقت الأمة الإسلامية في مجال الفلسفة. فمعروف أن الأمة الإسلامية التي ورثت الحضارة اليونانية والرومانية وبالتالي ما سبقها من حضارات، معروف أن هذا التراث قبل أن يأتي فلاسفة المسلمين المشائين كان عرضة للضياع، وضاع منه فعلا يعني كثير من المصنفات المهمة في هذا الشأن. ولكن الفلاسفة المشائين عندما ترجمت هذه المصادر إلى اللغة العربية، ولا شك أننا يعني نجد لهم جهودا أيضا في الترجمة كما ذكرنا فيما مضى، ولكن الجهد الأكبر أنه عندما ترجمت هذه الكتب عكف هؤلاء الفلاسفة المشاؤون المسلمون على هذا التراث اليوناني والروماني والمصري القديم والشرقي على وجه العموم، الذي يعني وصل إلى قمته في الحضارة اليونانية. عكفوا على هذا التراث بالدراسة والتحليل والشرح والتفسير، وتجاوزوا مسألة الترجمة والشرح والتحليل والتفسير إلى التصويب والتكملة والإضافة إلى ما قدمه الآخرون. ولا تظن أن هذا العمل يعني عمل سهل يمكن أن يقوم بدون جهد أو أن يطلع به يعني قلة من الناس أو غير المختصين أبدا. التراث الفلسفي اليوناني صعب جدا، وأستطيع أن أقول إنه مركب ومعقد ومتشعب، ويحتوي فيما يحتوي كثيرا من العلوم التي استقلت فيما بعد. ففيه علم نفس وعلم اجتماع وعلم سياسة، وفيه أدب ومسرح وشعر، وفيه حتى طب وفلك، فيه يعني كثير جدا من العلوم الأخرى التي استقلت فيما بعد، وبالإضافة إلى المباحث الفلسفية التقليدية التي تتصل بالبحث في الألوهية وفي العالم وفي المصدر وفي المصير وفي الإنسان وفي الوجود إلى آخره مما هو معروف. إذن هذا العمل الذي قام به فلاسفة الإسلام المشاؤون إزاء التراث الفلسفي اليوناني هو عمل علمي ضخم جدا، احتاج إلى جهد كبير. ولعلنا نجد أن العالم الغربي اليوم، أن الدارسين للفلسفة في الغرب يعني يمجدون الفلاسفة المسلمين في هذا الجهد على وجه الخصوص، فيسمون مثلا ابن رشد بالشارح الأكبر لأنه هو أكبر من شرح أرسطو، فأغلب كتب أرسطو شرحها ابن رشد ولخصها. ولا تظن أن المسألة يعني بهذه السهولة، أن ابن سينا مثلا
عندما يعني يحكي عن نفسه أنه عندما قرأ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو لم يفهم منه شيئا، حتى قرأه مرارا إلى أن وصل إلى 40 مرة، قرأه 40 مرة فلم يفهم منه شيئا. ثم شوف ابن سينا قرأ كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو 40 مرة باللغة العربية فلم يفهم منه شيئا، ثم عثر على شرح أبي نصر الفارابي على ما وراء الطبيعة لأرسطو فقرأه وفهمه. يعني التراث الفلسفي اليوناني صعب جدا، معقد جدا، متشعب جدا، مجرد ترجمته جهد عظيم أشرنا إليه فيما مضى، ثم يأتي بعد ذلك الاعتكاف عليه بالشرح والتفسير والتحليل والدراسة والتدريس والتعليم في المؤسسات العلمية المختلفة، هذا طبعا أيضا جهد كبير. ثم يأتي بعد ذلك الجهد أيضا الإبداعي الأكثر إبداعا الأكثر دخولا في مجال الإبداع، وهو التصويب، تصويب الأخطاء والتقويم والنقد والتكملة إذا كان هناك نقص يكملونه، وإضافة دعامات أخرى للنظريات الفلسفية المشائية. وهذا كله يعني يعتبر بندا واحدا من بنود الجهد الذي قدمه الفلاسفة المشاؤون إلى الدرس الفلسفي. يأتي البند الثاني وهو لا يقل أهمية عن البند الأول، وهو التوفيق بين الفلسفة من جهة والدين من جهة أخرى، التوفيق بين الفلسفة اليونانية التي تحمل في طياتها كثيرا من الأفكار الوثنية ومن الأفكار التي تتعارض مع الإسلام في مجال الألوهية، وطبعا كذلك في مجال النبوة إلى آخره، هذه وخاصة في قضايا الألوهية، هذه الفلسفة بما مثلته من إنجاز علمي ضخم ترجم إلى اللغة العربية، ما كان يمكن لعلماء الحضارة الإسلامية أن يتجاهلوها، على الرغم مما صدر من المحافظين من علماء الإسلام من فتاوى تحرم تعاطي هذا النوع من الفلسفة، ويعني تمنعه وترى أنه شر ينبغي أن نبتعد عنه. على الرغم من ذلك إلا أن الفلسفة فرضت نفسها على المجتمع الإسلامي، ولم يكن بإمكان هذه الحضارة الإسلامية الفتية الشابة المقبلة التي يعني التهمت كل ما قدمه علماء الحضارات السابقة وهضمته واستوعبته وقدمت إليه وأضافت، ما كان يمكن لهذه الحضارة الإسلامية أن تتجاوز عن التراث الفلسفي الضخم الذي ترجم إلى اللغة العربية، أو أن تهمله، أو أن تعتمد على الفتاوى التي حرمت تناولها ثم يعني تحكم عليها بالإعدام، هذا لم يكن ممكنا. وإنما الممكن في هذا الجو الممكن هو التوفيق أو محاولة التوفيق بين الفلسفة بما تحمل من أفكار، وبعضها خطأ يتنافى مع الإسلام، وبعضها ليس فيه ما يتعارض مع الإسلام. التوفيق بين الفلسفة بهذا الشكل وبين الدين أي الإسلام بما أرساه في المجتمع الإسلامي من قواعد للدين، من أصول للدين، واتصلت هذه الأصول بمسائل الاعتقاد وشملتها جميعا، ولم تترك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا أوفتها حقها، المصادر الإسلامية الأصيلة من قرآن وسنة أوفت جميع مسائل الاعتقاد حقها من الذكر والتأكيد والاستدلال، وكذلك مسائل الفروع. ولكن طبعا الفلسفة كما هو معروف تعنى بمسائل الأصول. وعلى كل حال الإسلام بهذه العظمة، بهذا الاكتمال، بهذا الشموخ، بهذا الرسوخ في المجتمع،
في مجال العقيدة بهذه الحساسية، بهذه الخطورة التي لا تسمح أن يقترب أحد من أصل أو شيء يتصل بمجال العقيدة. الإسلام بهذا التمكن في المجتمع، بهذا الرسوخ في المجتمع، سواء على المستوى الفكري أو على المستوى النخبة، على مستوى العامة في موضوع العقيدة، على المستوى الرسمي في عند الخلفاء والأمراء، الإسلام بهذا الرسوخ لا يقبل إطلاقا أن ينضاف إليه شيء من حضارة أخرى، من أفكار وافدة قد يكون فيها الحق والباطل. لا يقبل هذا أبدا ما لم يكن هذا الشيء الجديد الوافد يعني يتمشى مع الإسلام أو لا يتعارض مع شيء مما جاء به الدين الإسلامي في مجال الاعتقاد. الفلاسفة المشاؤون المسلمون الذين ذكرت أسماءهم قاموا بمحاولات جادة وعميقة للتوفيق بين الفلسفة من جهة والدين من جهة أخرى، فقالوا إن مقاصد الفلسفة تتوافق وتنسجم وتتفق مع مقاصد الدين. في مجال الاعتقاد مقاصد الفلسفة هي ترسيخ الإيمان بوجود إله، وكذلك الإسلام هي الإيمان بأن هذا الإله هو الذي أوجد العالم وهو الذي يعني يرعاه وهو الذي يهيمن عليه، وكذلك الإسلام. ثم الدعوة إلى الفضيلة وحسن الخلق وذم الأخلاق المذمومة أو السيئة أو القبيحة التي ينفر منها الطبع الإنساني، وكذلك الإسلام أيضا يدعو إلى الخلق الحسن وإلى نبذ الأخلاق القبيحة، إلى آخره من المسائل التي حاول الفلاسفة أن يوفقوا فيها بين الفلسفة من جهة والإسلام من جهة أخرى. ولعل يعني أشهر محاولة جاءت على يد ابن رشد، وكتب ذلك في كتاب عنوانه يدل على محتواه وسماه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. فصل المقال يعني القول الفصل، وهذا يدل على أن المسألة أثيرت من قبل ابن رشد، وفعلا هي أثيرت وتناولها الفارابي وتناولها الكندي في رسائله وتناولها طبعا ابن سينا كثيرا. فصل المقال فيما بين الحكمة، والحكمة هنا يقصد بها الفلسفة والفلسفة اليونانية على وجه الخصوص، لأن ابن رشد كان تلميذا مخلصا لأرسطو، وكان دائما حتى في رده على الغزالي في تهافت التهافت، الغزالي كتب كتاب تهافت الفلاسفة يرد فيه على الفلاسفة المشائين المسلمين كما ذكرت لك في المسائل الثلاثة التي ذكرناها. وجاء ابن رشد بعده بقرن تقريبا وكتب كتابا سماه تهافت التهافت، يعني سقوط، إذا كان كتاب الغزالي معناه سقوط الفلاسفة ويعني ضعف آرائي وإثبات ضعف وانحطاط آرائهم ومذهبهم، فإن كلمة التهافت تعني هذا. فإن ابن رشد أراد أن يقول إن كتاب التهافت الذي كتبه الغزالي في الرد على الفلاسفة هو أيضا متهافت، يعني ضعيف وساقط، ولذلك سماه تهافت التهافت. ابن رشد في رده على الغزالي كان يعني في التوجه العام للكتاب ينسب الآراء الخطأ التي يعترف بها من كلام الغزالي إلى ابن سينا، ويبقى هدفه ويكون هدفه الرئيسي هو تبرئة أستاذه وشيخه في الفلسفة وهو أرسطو. كان هذا هو الهدف الرئيسي أو من الأهداف الرئيسية لابن رشد في رده على الغزالي. على كل حال ابن رشد كتب كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة، أي الشريعة الإسلامية من اتصال، يعني هناك في هذا الكتاب محاولة لبيان أن الفلسفة لا يمكن أن تتعارض مع الدين إلا إذا كان هناك يعني في الفلسفة سوء تقدير للاستنباطات العقلية واستخراج مسائل يعني خطأ في منظور العقل، وبالتالي فإنها تحتاج إلى تأويل أو إلى تعديل أو إلى إعادة صياغة،
حتى تنسجم مع الشريعة الإسلامية التي هي الأصل والأثبت والأصح والأرسخ. وبالتالي نادوا بهذه المقولة أنه لا يوجد تعارض ولا تناقض بين الفلسفة من جهة اليونانية وبين الإسلام من جهة أخرى. أقول إن جهود التوفيق بين الفلسفة والدين من الجهود الأصلية التي قدمها الفلاسفة المشاؤون، وسوف تعلمون بعد ذلك أن هذا التوفيق استفاد منه كثيرا جدا فلاسفة الغرب المحدثون عندما حاولوا في مرحلة الخروج من دوامة العصور الوسطى ومن ظلمة الحياة الفكرية في تلك العصور إلى عصور النهضة. قالوا إنه لا يوجد تناقض بين الفلسفة والدين، يقصدون هنا طبعا الدين المسيحي، واستفادوا جدا من التجربة التي قام بها الفلاسفة المشاؤون المسلمون في التوفيق بين الفلسفة اليونانية والدين الإسلامي من جهة أخرى. من الجهود التي بذلها أو قدمها علماء أو الفلاسفة المشاؤون في الحضارة الإسلامية كذلك، أنهم وضعوا نظريات فلسفية أصيلة، تنسجم وتتمشى مع المنهج المشائي في التفلسف، ولكنها جديدة على التفكير الفلسفي، ولم يسبقهم أحد إليها لا في الفلسفة اليونانية ولا في غيرها. يعني فلاسفة الإسلام المشاؤون لم يكتفوا بالتعلم من الفلاسفة اليونان، ولم يكتفوا بشرح ودراسة وتحليل التراث الفلسفي اليوناني، ولم يكتفوا بتصويب الأخطاء التي وردت إلينا في هذه الفلسفة، ولم يكتفوا بإضافة أشياء تكمل وتقوم النظريات الفلسفية اليونانية، وإنما ابتدعوا وابتكروا نظريات فلسفية جديدة تنسب إليهم وتعرف بهم في الفكر الفلسفي. ولا شك أن هذه النظريات التي تتصل بالقضايا الفلسفية الكبرى مثل الله والعالم والإنسان، قضايا الزمان والمكان والمادة والحياة اللي هي مباحث الطبيعة، لا شك أن هذه النظريات التي قدمها الفلاسفة المسلمون المنتمون إلى الفلسفة المشائية، لا شك أن هذه النظريات يعني فيها من الأصالة والعمق ما يجعل لهذه المدرسة خصائص ذاتية تتميز بها عن الفلسفة التي اقتدت بها وهي الفلسفة المشائية اليونانية. أيضا الفلاسفة المشاؤون المسلمون قاموا بدراسة المنطق اليوناني دراسة عميقة متأنية، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن العالم الحديث لم يتعرف على المنطق الأرسطي من خلال أرسطو بالقدر الذي تعرف عليه من خلال فلاسفة الإسلام المشائين. فبداية من الكندي وانتهاءا بابن رشد، ومرورا بعد ذلك ببعض الفلاسفة المسلمين، وإن كانوا لا ينتمون إلى هذه المدرسة إلا أنهم دخلوا فيما عنيت به هذه المدرسة من دراسات، مثل ابن تيمية الذي درس المنطق دراسة متعمقة وكتب فيه ثلاثة كتب، كتاب نقد المنطق، وكتاب الرد على المنطقيين، ونصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان. هذه الكتب تناول فيها ابن تيمية المنطق اليوناني تناولا نقديا، وحتى قال بعض الباحثين إن المنطق
اليوناني لم تقم له قائمة في العالم بعد ابن تيمية، وإنما قامت على أنقاضه بعد هذه الحركة النقدية العميقة لابن تيمية، قامت على أنقاضه ملامح واضحة للمنطق الحديث، للمنطق الحديث والمنهج العلمي الحديث الذي طور فيما بعد على أيدي علماء الحضارة الغربية، وأصبح هو المنهج المعتمد في جميع الدراسات اليوم. ولكننا عندما ننظر إلى جهود علماء الإسلام أو فلاسفة الإسلام إزاء المنطق اليوناني، سنجد أنهم يعني يختلفون فيما بينهم. فبينما ابن تيمية يتناول هذا المنطق تناولا نقديا، يحاول أن يبين ما فيه من عيوب، ويتميز درس ابن تيمية للمنطق بأنه دراسة للمنطق من الداخل، وليس ليست مجرد أحكاما عامة أو فتاوى فقهية يصدرها على المنطق كما فعل مثلا واحد من علماء الإسلام الكبار في مجال علم الحديث، وهو ابن الصلاح الذي أفتى بتحريم تناول المنطق، وانتشر بين عامة المسلمين وخاصتهم مقولة من تمنطق فقد تزندق. لكن ابن تيمية لم يصدر مثل هذه الأحكام العامة، ولكنه دخل في بطن المنطق بالفعل ودرسه وحلله تحليلا دقيقا، حتى أصبح على علم بالمنطق كما لم يكن عليه حتى المناطقة أنفسهم. وبالتالي استطاع من خلال هذه القاعدة المعرفية، من خلال هذا الرسوخ في معرفة المنطق ومكوناته، ودرس الحد والتعريف المنطقي بالتفصيل، ودرس أشكال القياس المنطقي بالتفصيل وإلى آخره، استطاع من خلال هذه المعرفة الدقيقة أن يقدم نقدا علميا، نقدا علميا حقيقيا يعتمد على المعرفة العلمية الحقيقية، وعلى رد الحجة بالحجة والدليل بالدليل في هذه الكتب الثلاثة التي ذكرتها. وبالتالي قدم خدمة جلة للمعرفة الإنسانية في مجال منهج البحث، حتى أراح فلاسفة الغرب المحدثين من إعادة التفتيش في منطق أرسطو لبيان عيوبه، ويعني قدم لهم هذه الخدمة لكي يبدأوا مباشرة في يعني تطوير وبيان المهم من عناصر المنطق الحديث ومناهج البحث الحديثة. بينما نجد ابن تيمية على هذا النحو، نجد أن هناك من فلاسفة الإسلام، وبالتأكيد الفلاسفة المشاؤون جميعا أو أغلبهم على أن المنطق اليوناني من العلوم المهمة التي ينبغي أن تكون مقدمة لكل علم وخاصة الفلسفة. وأشهر من تبنوا هذه الفكرة وعملوا على يعني ترسيخها وتوضيحها هو أبو حامد الغزالي، وله طبعا في ذلك بعض الكتب مثل معيار العلم في فن المنطق، ومثل القسطاس المستقيم الذي حاول فيه أن يثبت أن أشكال القياس المنطقية عند أرسطو موجودة في القرآن الكريم، وبالتالي لا يوجد أبدا تناقض أو تعارض بينها، في محاولة لكي يعني يروج للمنطق اليوناني في البيئة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي. كذلك له كتاب في هذا الأمر أيضا اللي هو مقاصد الفلاسفة، طبعا بخلاف تهافت الفلاسفة. هذه الكتب ميزان العمل، معيار العلم في فن المنطق، القسطاس المستقيم، مقاصد الفلسفة، كل هذه كتب كتبها الغزالي يحاول من خلالها أن يروج للمنطق اليوناني في المجتمع الإسلامي. ويعني أسطر هذه المقولة العامة الجازمة التي يقول فيها حتى في مقدمة كتابه المستصفى في أصول الفقه، يعني هو أكثر من خلط أصول القياس والاستنباط المنطقي بأصول القياس والاستنباط الأصولي في أصول الفقه.
وقال من لا يعرف المنطق فلا يوثق بشيء من علمه، من لا يعرف المنطق فلا يوثق بشيء من علمه. وهذه مقولة طبعا تنسب للغزالي وكتبها الغزالي فعلا، وهي يعني فيها دلالة قاطعة على تبني الغزالي للمنطق اليوناني. ويأتي معه ابن حزم الأندلسي طبعا، وهو واحد من كبار علماء الكلام والفقه وأصول الفقه في الأندلس، أيضا تبنى المنطق ودعا إليه وكتب كثيرا من الكتب التي تتناوله، لا داعي للدخول يعني في التفصيل. أردت أن أقول إن المشائين يعني أغلبهم على دراية بالمنطق ويدعو إلى دراسته وإلى استعماله في العلم وفي المعرفة وكمقدمة لكل العلوم. وهناك تيار يعني دخل في بطن الفلسفة المشائية ولكنه رفضها جملة وتفصيلا، رفضها جملة حيث اعتبر أن الفلسفة يعني ليس فيها أي شيء من الخير، وتفصيلا عندما تناولوا هذا الفرع من الدرس الفلسفي وهو المنطق وبيّنوا ما فيه من عيوب، وأنه لا يضيف معرفة جديدة، وأن الأشياء يمكن أن تعرف بدون الحد المنطقي، وأن الحد المنطقي مع ذلك لا يقدم معرفة بهوية الشيء، وأن القياس الأرضي هو قياس شكلي صوري أكثر منه قياس واقعي يخدم المعرفة أو يتعامل مع العالم الخارجي. وكما ذكرت يأتي على رأس هؤلاء ابن تيمية المتوفى 728 هجرية. أيضا مما قدمه الفلاسفة المشاؤون من جهود حول الفلسفة هو دراستهم لفلسفة الأخلاق. ففلسفة الأخلاق أو مبحث القيم الذي حدثتكم عنه من قبل هو يعني مبحث مهم جدا ورئيسي جدا في التفكير الفلسفي على وجه العموم والمشائي على وجه الخصوص. فطبعا كما هو معروف أن الفلاسفة اليونان درسوا مبحث القيم، وأرسطو لخصها أو أجملها في قيم ثلاثة هي الحق والخير والجمال، وقال إن الحق يعني يقصد به الحق في المعرفة ويتولاه علم المنطق، والخير يقصد به الخير في الفعل ويتولاه الأخلاق، فلسفة الأخلاق، والجمال هو فلسفة الجمال. وهذه القيم الثلاثة الكبرى عند أرسطو تناولها باعتبارها قيما معيارية، يعني تقوم لها علوم معيارية تضع أسسا لما ينبغي أن يكون. فما ينبغي أن يكون عليه الحق في المعرفة هو كذا وكذا وكذا وكذا، علم المنطق. ما ينبغي أن يكون عليه الخلق هو كذا وكذا وكذا، هذا فلسفة الأخلاق. ما ينبغي أن يكون عليه الجمال هو كذا وكذا وكذا، وهو فلسفة الجمال. ولكن الفلاسفة المشاؤون المسلمون لم يكتفوا بهذه القيم الثلاث الكبرى، وإنما تناولوا قيما أخرى أشاعها الإسلام في المجتمع الإسلامي، ومثل حقوق الإنسان التي تسمى الآن بحقوق الإنسان، والأخلاق العملية، الفضائل الإنسانية سواء كانت فضائل النفس الإنسانية أو الفعل الإنساني أو القول الإنساني. كثير من القيم التي قدمها فلاسفة الإسلام المشائين في مجال فلسفة الأخلاق أو القيم. وطبعا أشهر المحاولات أو أشهر المؤلفات الإسلامية المشائية في هذا الشأن هو كتاب مسكويه عن الأخلاق. وهذا الكتاب يعني مسكويه طبعا سلك فيه مسلك فلاسفة اليونان من حيث المنهج، وإن كانت إضافاته الإسلامية واضحة، كذلك ما كتبه العامري والبغدادي وغير ذلك من الفلاسفة الذين عنوا بمسألة فلسفة الأخلاق في الإسلام. فهم يعني مشاؤون لأنهم التزموا بالمنهج اليوناني
في البحث في فلسفة الأخلاق، وهم مسلمون لأنهم أضافوا إلى ما قدمه فلسفة اليونان من مبادئ وأفكار عامة وخاصة حول بعض القيم الإنسانية، أضافوا إليها قيما أخرى لعلهم استنبطوها أو استقوها أو استقوا أغلبها أو أصول أغلبها من الفكر الإسلامي. وكما قلت، كل هذا العمل كان يأتي في إطار الإيمان بفكرة أساسية، وهي أن الفلسفة لا تتعارض أبدا مع الإسلام. فكانوا يعني يدخلون في تجارب عميقة وشجاعة، كما فعل الغزالي في القصاص المستقيم عندما أراد أن يثبت أن القياس الأرسطي موجود في القرآن، وأتى بنماذج من الآيات القرآنية وسماها موازين الحق، الميزان الأكبر والأصغر والأوسط، وفي قصاص المستقيم. وفي ذلك أيضا واضح جدا أنه يحاول أن يثبت أن الفلسفة لا يمكن أن تتعارض مع الدين في فرع المنطق. كذلك مسكويه أراد أن يبين أيضا أن الفلسفة لا تتعارض مع الدين في مجال الأخلاق. كذلك ابن سينا والفارابي وابن رشد والكندي في مؤلفاتهم التي تناولوا فيها مسائل الإله والعالم وصلة الله تبارك وتعالى بالعالم، حاولوا أيضا أن يبينوا أنه لا يوجد تعارض بين الفلسفة والدين. ويعني كما هو معروف بسرعة حتى لا نطيل في هذا الشأن، فربما يكون لنا معه عودة أخرى، أنهم يعني استبدلوا المصطلحات التي كان يستعملها فلاسفة اليونان في هذا الشأن بمصطلحات إسلامية. فإذا قالوا مثلا العقول العشرة يقولون الملائكة ويسمونها بالملائكة، وإذا قالوا مثلا المحرك الأول يقولون الله، وهكذا. يعني تجد أن هناك اصطلاحات يعني يونانية خاصة بالفلسفة اليونانية كانوا يستبدلونها ويضعون مكانها اصطلاحات إسلامية خالصة، حتى يعني يروجوا كما ذكرت لهذا الفكر في البيئة الإسلامية، ويبينوا أنه لا يوجد تعارض أبدا بين الفلسفة من جهة والدين من جهة أخرى. آخر ما يمكن أن نتحدث فيه بخصوص الجهود التي قدمها فلاسفة الإسلام المشاؤون للفكر الدرس الفلسفي على وجه العموم، هو أنهم لم يكونوا مختصين فقط بالفلسفة بمعناها الدقيق الاصطلاحي الذي تحدثنا عنه فيما مضى، والذي يتناول مسائل الوجود أو المعرفة أو القيم، وإنما كثير من الفلاسفة المشائين الإسلاميين أو المسلمين تخصصوا أيضا في دراسة علوم أخرى لا علاقة لها بالفلسفة اليوم، مثل علوم الطب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم الطبيعية. وهنا أريد أن أوضح نقطة، أن هذه العلوم كانت تدرس حتى ذلك العصر على هامش الفلسفة، فكانوا يعتبرون أن الطب أو الهندسة أو الفيزياء فروع من الدرس الفلسفي، وذلك لأنهم كما ورثوا عن فلاسفة اليونان كانوا يتناولون هذه العلوم تناولا نظريا بحتا، ولا يطبقون عليه المنهج العلمي الحديث الذي اكتشف بعد ذلك أيضا في الحضارة الإسلامية، والذي يعتمد على الملاحظة والتجربة والفرض العلمي، وإنما كانوا يعتمدون على الأقيسة المنطقية العقلية الصرفة في دراسة هذه العلوم. فمثلا يقولون الحمى ارتفاع في درجة الحرارة، والحرارة ضد البرودة، هاتان مقدمتان منطقيتان، إذن علاج الحمى هو البرودة،
وبذلك يكونون قد وصلوا إلى علاج للحمى دون أن يباشروا المريض، أن يسجلوا عليه ملاحظات، ولكن بشكل نظري عقلي قياسي بحت. ويكفيهم في ذلك أن تكون المسألة القياسية مستوفية لشروط المنطق اليوناني. هذا الكلام اكتشف عيبه علماء الحضارة الإسلامية، فابن الهيثم ظهرت عنده لأول مرة في تاريخ البحث الطبي ما يعرف بالملاحظة السريرية. وابن سينا العملاق في كتابه القانون في الطب، وابن رشد في الكليات، هذه الكتب كلها اعتمدت بشكل كبير على المنهج التجريبي، على الملاحظة. ولكن التراث اليوناني كان يعتمد على النظرة العقلية النظرية الصرفة. في مجال الفلك مثلا يقولون النجوم أشباه آلهة، وأكمل الأشكال الدائرة، وأشباه الآلهة لابد أن تكون في أكمل الأشكال، إذن النجوم تعيش في شكل دائري، وبذلك يظنون أنهم وصلوا إلى نظرية في علم الفلك. أما الاسترلابات والأجهزة المكبرة التي تلاحظ حركة النجوم والكواكب، فإن ذلك الذي يعتمد على الملاحظة والتجربة لم يظهر إلا في الحضارة الإسلامية. أقول إن الفلاسفة المشائين المسلمين كان لهم فضل كبير في تطوير كثير من العلوم الطبيعية كالطب والهندسة والفلك وعلم الهيئة والجغرافيا الذي برع فيه البيروني، وقدموا خدمات يعني جليلة لهذه العلوم، وبخاصة في باب المنهج عندما انتقلوا نقلة كبرى من النظر العقلي والأقيسة المنطقية النظرية العقلية الصرفة إلى المنهج العلمي الحديث الذي يعتمد على ملاحظة الظاهرة وتسجيل هذه الملاحظات ووضعها في ظروف يمكن التحكم فيها وما يعرف بالتجربة، ثم وضع فروض علمية للتحقق منها واستنتاج النتائج. وهكذا لم يكن ذلك المنهج معروفا قبل فلاسفة الإسلام المشائين، يضاف إلى أفضالهم التي سبق أن ذكرناها فضلهم في التعمق في هذه العلوم الطبيعية وتعديل المنهج القديم العقيم الذي لم يكن ينتج معرفة جديدة إلى منهج جديد يعتمد على الملاحظة والتجربة والفرض العلمي، يستطيع العالم من خلاله أن يضيف معرفة جديدة في مجال تخصصه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.